ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الصناديق السيادية تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائد المالية للأجيال القادمة. جاء ذلك في الفيديو الذي نشره المركز بعنوان الصناديق السيادية، يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية، وأوضح أن الصناديق السيادية تتأسس لتحقيق 3 أهداف، منها تحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، مشيرا إلى أنه يتم تصنيفها وفقا لمصادر التمويل إلى صناديق تمثل المواد الأولوية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، وصناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة وحصيلة بيع الممتلكات العامة مثل صندوق مصر السيادية.